واش ما كيهمناش حنا؟ المهم هو الشعر، الشيء حنا المطور كامل راه كيساي الشعر، كيهمنيش تقول انت الشيء كاين ولا ما كاينش، المهم الاساس عندي اديتك، اساس كنشط مني اديتك انا، ولو انت تكبرت كله المهم اديتك انا نفرح، المهم دخلتك الشعر نفرح صافي. انا ماشي انسيه باش تقلي لي السم، انا جنيه، انا اساسي، انا المباراه عندي مع الخالق ماشي معاك. طلع حمو انا اخو نزعج، طلع حمو عي العاشق، طلع تريح وقول لي عاشق ونطلع ونتمالى باش تقول لي علاش كتكره، علاش كتكره الزوجيه صحيح. صاحبي تقول صاحبي انا وانا عاشق، انت عاشق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه وأولي قائما بالقسط. الراقي الشرعي أولا يكون يخاف الله، يكون يرقي بالقرآن بكلام الله. أولا يدخل المرأة بالمحرم، دا ودا محرم، إما زوجها ولا أخوها، أو مهم ما تكونش امرأة عن انفراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلي بمرأة ورجل إلا الشيطان كان ليس ثالثهما. الشيطان اللي كتدخل عنده الراقي هما شياطين كتعتبر في حد ذاتها، الراقي اللي كيدعي بانه راقي هو شيطان واخواته في يده، هذا كيتعتبر ساحر لا يستعين بالله سبحانه وتعالى، يستعين بهذوك الشياطين اللي عنده في صباعه. وكثير من الناس كيظنوا بان هذاك تزيين، هو ليس تزيين. كثير من الناس ليدعون بانهم رقاة شرعيين هما ولاو يستعينوا بالجن، وكياخذوا بعض الفتاوى من عند بعض الرقاة، هو لا يجوز شرعا. الله سبحانه وتعالى قال التوحيد الرباني، هو انسان يرقي بكلام الله، المصحف كلام الله. اما اذا بدا يتحاور بحال واحد السيده غندير مع واحد المقطع بان مشات عند واحد السيد فاسفي، لا داعي نذكروا الاسم ديالو وما خصنيش نذكر الاسم ديالو، سبحانك عظيم، قال لك الدخلة 500 درهم، لما سمحت الرقية ب 500 درهم كلام الله، هادو هما اللي صوص مع القرآن والرقية الشرعية. وكثير من الناس عندهم أمراض جنية، وكيقول لهم لا عندكم أمراض نفسية، فلهذا هما شياطين حقا تغلبوا على بعض الناس اللي كيدعونا بانهم رقاة شرعيين، وحسبي الله ونعم الوكيل، منهم من سوى سمعة الرقية واحد الدجال لا داعي نجبد الاسم ديالو، وماشي واحد، عدد منهم. هو الانسان اللي يقول لك اسمك واسم امك وصورتك، فموت جمع الموضة. المرأة اللي كتكون تبدا تشم في الزوج ديالها ريحة كريهة، ها وحدة، هذا كيتسمى سحر التفريق، ولو رجلها كيدوش يوميا ويتعطر يوميا، الجن هو اللي كيولي المرا كيولي فيها ريحة كريهة ميت الرجل. ثانيا لما المرا كتكون مستقل الزوج ديالها وكيدخل البيت كتنوض مشاكل، هذا هو جن العاشق، حتى اصبح الطلاق. والمرأة ما كيكونش لما كيكون الجن العاشق كيتكون معها كثير من الجن، حيت هو الجن العاشق ما كيدخل الا على سحر، السحر بوحده والعين بوحده والحسد بوحده. والجن العاشق هما اللي كيدعون بانه اسمه حمو، هو عنده اسماء كثيره ولكن حمو هو الملقب به، كيدخل. كاين بعد الجن اللي كيتحدى اللي كيدعونا رقاتهم سحرة، اما الجن العاشق لما كيدخل عند الراقي الشرعي كيبركلو الماء في الركابي ديالو. الراقي الشرعي ان شاء الله غندير لكم معكم واحد الفيديو مقطع، واحد السيده جات من الرباط، الراقي الشرعي لا بد خاص يكون عنده استفراغ، علاج عنبر. حنعطيكم واحد المثال،
يلا جاني واحد العنبر امس من الصحراء باقي الريحه ديالو جهده، كنعالج بالعنبر والعسل القيس الهندي والحبه السوداء وبول الابل وحليب الابل، وكاين الناس اللي ما عندهمش كنساعدهم بحال قضيه البول الابل والاستفراغ، كنشوف الناس حالتهم والحمد لله. كنقول واحد المثال، واحد كيخلص على واحد، ولو الراقي الشرعي كيتحارب من طرف الشياطين، انا نقول أمة عليكم بتقوى الله وسلاح المؤمن والوضوء والصلاة في وقتها والاذكار الصباح والمساء، وعلى المرأة ان تحافظ على الحجاب ديالها والرجل يحافظ على الصلاة دياله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلاح المؤمن، سلاح المؤمن الوضوء. اليوم ان شاء الله معنا واحد الحالة بان مشات الاسفي ودخل ومشات عند واحد الراقي اللي كيدخل الناس ب 500 درهم، ولاو بعد يدعونا بعد الناس كيدعونا رقات يدخل عندو كيمشيو عندو الناس والسربيس عليهم والخواتم في اليدين، وانتم غتشوفوا بعينكم ان شاء الله بان الحصه ب 500 درهم. الناس نقول لكم اولا وقبل كل شيء، اولا انسان لما تعالج بالاستفراء بالعلاج والقران عمره ما يتشافى. انا ما كنخليش معايا الولاد، انا اعطيني الشرك نعطيك ولدي، لينا اعطيني الشرك نوهب لك ولدي خذو جمالي. انا اعوذ بالله سمعني من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو قائما بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران، وتكلم في آيات كثيرة على الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. دابا مراتك هي دابا مراتك دابا شوية بس